خالد صالح، انت كنت حابب جدا، قلت انا لو جيت هنا لازم اشوف كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم في المسرح. طبعا الناس اللي لما كانوا بينوروا فعلا اي اضاءه اي بروجيكتور كان بينور جوايا انا الاول، وكانوا معنيين يعني لينا جدا. الاستاذ ده اللي كان بينور جواك محمد حسني. محمد حسني، وفي واحد مش موجود اسمه بكر. اتفضل اسامه. اتفضل يا اسامه. وعليكم السلام. باك ستيج وديكور محسن كان بينور قلبه. حضرتك كنت بتعمل ايه؟ انا كنت كل حاجه اللي بقعد معاه على طول يعني. اسامه باك ستيج ومسرح كواليس وكل حاجه. متاثر قوي العشره وال اصل العلاقه ما بيننا يعني كانت اسريه اكتر منها صداقه عمل او ممثل وناس مسرح. خالد اخونا يعني، كان وقت اللي هو ما عندوش عروض هو كان موجود في المسرح معانا. ما تنجمش عليكم يا محمد اطلاقا اطلاقا يعني. هو يعني معلش يعني في هو يبان كده فيلن جدا. لا لا لا، هم اللي بيتنجموا عليا والله، هم اللي بيتنجموا عليا. اقول لهم افتحوا لي لو سمحتوا، ده ما يفتحوا لي. في كمان عبد السلام. عبد السلام اهلا وسهلا. من حبايبي واصدقائي ومن الناس اللي عملوا معانا مجهود عظيم عظيم على مستوى الشغل طول الوقت في الحقيقه. فنك يا ريس، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك. فنك يا ريس. عبد السلام، انت مسؤول عن الخشبه. عن الخشبه يعني ايه بقى؟ تعمل ايه هو كل تجهيزات المسرح من اول ما نبدا العرض، تجهيز ديكورات اكسسوار كل حاجه خاصه بالعرض. يعني اغلبيتنا متدربين بره. هنا ما فيش متدربين بره. فين؟ واخدين ورش في فرنسا، واخدين منح في كوريا، واخدين منح. انت عملت كل ده؟ وحضرتك سافرنا؟ يعني كلنا اقل حد فينا سافر اكتر من 20 دوله. ايه احلى دور شفته خالد صالح بيمثل فيه هنا؟ ليه ليه مع محمد ابو الصعود؟ انت عملت الملك لير؟ عملت الملك لير ادوارد بوند مش شكسبير. ادوارد بوند اخراج محمد ابو الصعود، وده مخرج موهوب جدا جدا، وعايزين ندور عليه نشوفه راح فين. والميلاد مع خالد الصعود اختفى. الميلاد وعملنا الميلاد سبيشال. خالصه فيها والدير. خالصه فيها والدير. الاستاذ بهاء طاهر جه واثنى عليها جدا. حسن عبده. البؤساء. اجي النقطه بقى في الاداره. معلش بما اننا نتكلم في مسرح واداره، استاذ هشام عطوه لو سمحت لحظه بعد اذنك. استاذ هشام عطوه مدير الهناجر. ازاي حضرتك؟ وانت مخرج اصلا مسرح. مدير المسرح. مخرج هشام عطوه. عايزين نقول ان لما ندي الرياده والاماكن لشباب عنده طموح وعنده امكانيات وعنده خطه وعنده امل، اعتقد اللي احنا شايفينه ده ان شاء الله بيبقى موجود. بحييكي بجد. مش عشان صح. بس انا اقول لك على حاجه، انت لازم تبقى. احنا عملنا مؤامره انا وانت. على ايه؟ قلنا احنا هنفضل نزن عشان الاستاذ يجي يعمل عندنا مسرحيه. لازم يبقى في مؤامره متكامله في الاركان. ده مكانه ومسرحه. فجاه هوب كده يلاقي نفسه بيمثل. يا ريت. انا محتاجه اقول ان يعني يا ريت. انا ممكن اسلم عليكم كلكم واسلم على الاستاذ خالد. ربنا يخليك. احنا نتشرف. انا مش بسلم عشان ماشيه، بس اسلم عشان انا عايزه اتشرف ان انا اسلم عليكم. Thank you.